التربية والتعليم بتعلن رسمياً عن حظر هذا الأمر بشكل قاطع داخل المدارس. وزارة التربية والتعليم بتعلن رسمياً عن حظر هذا الأمر بشكل قاطع ونهائي، والتعليم بتحظر التدخين نهائياً داخل مكتبات المدارس والإدارات والمدريات. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشور للمدريات التعليمية بضرورة توجيه الإخصائيين والموجهين بحظر التدخين نهائياً داخل مكتبات المدارس والإدارات والمدريات، والتعميم على الموجهين والإخصائيين بالتأكيد على أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة وندوات عن أضرار التدخين. وطلب الوزارة بتشجيع الإخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن إنه سوف يقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي خلال شهر نوفمبر بإجراء دراسة ميدانية بتستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها. وأضاف سوف تتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية 345 مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية.